تنجين مخلي لا منك لا يا انا حد يعمل كده في نفسه. اهلا اهلا يا روج، روج من سوق جمعه. ايه لا بتلجلج ليه من اولها؟ ولا استنى 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 لا معلش ثواني كده. اوكي يا مطر اقفل كل حاجه يلا خليني فقير بقى. ايه ده وانا كنت بتزي استنى بظبط السماعه. لا في ايه لا بتلجلج بزياده لا ده مش طبيعي. المهم مسك بقى خدها تاني هكمل لعبه سليك لوست وورد. هو ايه والله كنت عارف انا كنت عارف اول بصيت على خواتم اللي عندي انها زيرو وكده انا عارف حاجه زي كده هتحصل. لا مش معقول في حاجه غريبه في السماعه. هو يا اما الميكروفون يا اما السماعه. فانا بس شايف عجبت ايه ده في ايه في ايه انا في ايه النهارده في ايه والله. المهم شايف ابستيت سيشن المهم ابستيت سيشن شايف القناه ويلفي يوتيوب. احنا ابتدينا بقالنا بتاع 3 دقايق يعني بس اهو. وانا النهارده عامل معايا التحدي بس انا ما خدتش بالي ان انا ضربت مرتين ثلاثه. فطبعا اي يوتيوبر طبيعي بياكله يعني بتاع اي حاجه او يعني مش اي يوتيوبر طبيعي يعني انا طبيعي باكل سوداني واحيانا حاجات معينه. دلوقتي بتنجان مخلل معلش تقصد بتنجان مخلل اعمل ايه بقى غير كده. فانا عملت نفس التحدي بقى انا اكل مخصر خواتم او ما اخد بتنجان مخلل. اي نعم بحب بتنجان مخلل بس هو حراق ومعايا ميه احتياطي عشان ما افطسش قدامكم ولا حاجه. فيلا بسم الله. دي بتنقط وعارف الاضاءه غريبه عشان بسجل بالليل مش الصبح. خفت على الميكروفون لسه مظبط الميكروفون بس لقيتها بس ظبطته. لا مش معقول ده لسه اول لقمه انا خسرت بتاع ست خواتم خسرت لايف مرتين اصلا. تمام نكمل هو طعمه حلو كل حاجه بس حراق. وحدش يقول لي اكل فلفل ما بحبش الفلفل جربت قبل كده كنت هموت لسه طعم البتاع في بقي مش قادر اشرب ميه بس انا هشرب ميه لما اخد اكسر لايف. ايه رايكم بس ايوه اهو اكسر لايف بس كده كده عال عال بس انا بقى كده اعذروني بقى كده عشان انا متحضر. الحمد لله كمل الفصل الثاني ادي النحس. بسم الله الرحمن الرحيم واحد احد اشتغل وحياه ابوك ترى عندك اب اصلا يتيم. ايه متصل يا حبيب قلبي فيه ايه؟ ايوه كده الحته دوخت دلوقتي من دلوقتي بتاع حرقه قوي لدرجه ان انا ابتديت ادوخ. ما حدش يقول عليا ان انا ضعيف والكلام ده بتاع حرقه ما حدش جربها. اجيب من عند مطعم كده يعني عاملها بطريقه غبيه قوي ونرجع الثاني. ده انا برجع ولا ايه؟ لا اي وصابي استخدمه زي اللهم صل على النبي. كده اروح فين؟ يلا اي حاجه مش عارف انا عملت ايه والله مش فاهم انا بعمل ايه. اوكي اخيرا وصلت مكان تاني. ايه ده بيلف اهو فهمت. ايوه كصابي جاب صواني اديني صواني وحلل جاب اخر مره كده اروح هناك عند الوصابي شوف لو هو موجود ولا لا. وصابي اوكي فهمت مفيش ان انا غير ان انا اخسر لايف وخلاص مفيش كده. تعالى بالحضن اعتقد كده بقى عد لي الوصابي موجود اهو. وصابي تعالى وصابي تعالى وصابي اهو هو بتاع دي اهو حلو بس كده. وانا ممكن اروح الحته دي استنى بقى كده ممكن فد... طيب ماشي الله يسامحكم بس الله يسامحكم هو طبعا يعطيني خيرتني اخد يد الاصابع عشان بس الحته دي. لحظه ده عمال اخسر خواتي وانا مش واخد بالي منك لا يا انا حد يعمل كده في نفسه. نعم طعمه حلو بس حراق خلصتها اخيرا تلت ساعه في حلقه في الحلقه دي بس ده ايه ده. انا خلصت الحلقه فاستحق لي برضه استحق ميه يعني. ايه ده الكاميرا فصلت. من وجهه نظري انا شايف ان احسن ان انا بعد كده اسجل فيديوهات من غير كاميرا انا شايف كده والله. ما تحدش يقول حاجه على القعده دي انا بقعد كده. Why are you still here? I'm just getting ready. Well, you seem to be taking your time. Well, it is my time to take now, isn't it? But what if I told you that you were the only one I trusted to be fast enough, smart enough, and pretty enough to beat the blue nuisance? Well, I'd say you got the right girl for the job. Well, that was so easy I almost feel guilty. اعتقد محدش هيعترض لو انا قلت انه دي عامله زي روج وطالما هي عامله زي روج فانا بكرهها زي روج. انا بص تقريبا عارف ليه عمال يعلق عشان يا عم ام الكاميرا بقى عماله تبوظ كل شويه. انا بفكر اكمل فيديو من غير كاميرا. بص عمال تفصل وتيجي تفصل وتيجي. ما بفكر اكمل من غير كاميرا بقى بعد كده والله احسن حاجه. حتى انت ايه بلياردو انا خدت بالي منه في اللعبه دي ان اللعبه دي فيها يعني تحكم مختلف كل حلقه ما شفتش التحكم بتاع كل حلقه يعني. اخلصي ونعمل كده زي اغنيه سونيك نيجت كده ها 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 استاهل العقاب. بصوا بقى عشان دي كانت واقعه مش خواتم فاخد تورتش وخلاص. لا كنت ببالغ في الحته دي التورتش حرق زي البتنجان عديده زي ان شاء الله امشي. لا ما هو مش كل شويه هاخد بتاع
حاول ربو لو عرفت خلاص اهو استاهل اخد العقاب. هو شربت ميه وقوم على طول وراها. بص هاخد واحده كده يعني هو ما تعذبنيش قوي. ناين بيتي ناين. لا مش انت تيوز، مش النسخه الثانيه بتاعتك. فاهمه بقى يا تيوز؟ لازم تفهم الماني شويه تيوز. لازم تعلم العمل اقعد كل شويه. بص بتاعت تخلص اصلا خلاص. استنى يا عم الشوكه وقعت بتاع صح تخلص كده كده بقى. انا راجل قد كلمتي. لا ده انا حمار بقى. بوقي اتحرق. هادي يا زبادي. بس ايه يا تيوز؟ ايه يا تيوز؟ وريه معاك يا تيوز والله. اوف 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 يا عمي. لما خلاص هرجع لكم بقى مش هتعبكم معايا. اهو توكلنا على الله. تشيك بوينت حلو قوي. تعالى شويه تيتي منك ليه؟ طريقة كده متشابه ديسكاست اصلا. اهلا اهلا يا روج. روج من سوق جمعه. المفروض اضربها؟ اه طبعا المفروض اضربها. ايه اللي انا بقوله ده؟ يا روج عارف انها اسمها زيتا حاجه زي كده بس احسن يا روج. هي فين دي؟ هو المفروض اعمل ايه طب؟ هذا الدمر بتاع دي وخلاص. انا دلوقتي فهمت. انا هدمر كله ما عاد في قنابل. بس كده. بت 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 روج تعالي تعالي عند عمك سونيك. والكاميرا عمالة تفصل بس ضربتها يعني. والكاميرا بتفصل ضربتها. ايه ده؟ كنت كده بلعب الحلقة دي بسونيك وهو في كورة جوه كورة. بقول لكم ايه، بصوا انا بقى ان الفيديو ده هيكون اخر فيديو اعمله بالكاميرا دي. بعد كده انا هسجل بقيت اهو شفته؟ انا كده هسجل بقيت الفيديوهات من غير كاميرا احسن. Your efforts are impressive, little hedgehog, but you are destined to fail. As the fat fool has failed before you. Get fat from eating your black heart, you Eggman wannabes! اديله. لا بص معلش انا هفصل الكاميرا بقى. بس شايفين ادي كده شايفين فيديو شغال قشطه ازاي. I will burn your world, you rebellious scum. I will destroy everything you love and make you rot. No. 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 Boss, your hands. As long as I can still strangle a Zeti, my hands are fine. الله معلش انا اسف والله بس هكمل الفيديو كده معلش. هكمل فيديو من غير كاميرا عشان بجد التعب تعصبني. الكاميرا عماله تفصل كل شويه لحد ما الاقي لها حل. الكاميرا المستفزه دي عارف انا تحس ان انا اليوتيوبر الوحيد اللي نظامه غريب يعني. هو تحسه في حاجات غريبه بتحصل في وسط التسجيل. بقيت اليوتيوبرز بيكونوا مجهزين كل حاجه، انا بقى بسجل وامر الله يعني بسيب كل حاجه على الله كده. لا استغفر الله امار. لا استغفر الله العظيم. حوش لازم اجيب كمان. اوكي فهمت. حاجه عامله زي كده اللي في سونيك ادفنتشر 1. لا ده لازم اجمع حبه حلوين. طيب ماشي. اي دي بتاذي. انا دلوقتي جمعت حبه حلوين كده يعني بزياده قوي. لا انا جمعت تقريبا جمعت كل اللي في المكان. بس كده. شيت بين بول. غريبه قوي في لعبه سونيك كروس بول دي اللي هو يعني في كل حلقه بيكون فيها تحكم مختلف. ادخل بقى. ايه؟ فاكر انه استنى. لا لسه بعرف لسه بتعود معلش. بس كده؟ بطني وجعتني من الكتر بتاعه. ادي النحس. طب ما اجرب اللي هيحصل لو دخلت. ما ممكن ادخل برضه هو انا خدت بالي. اوكي ده ما طلعش انها يعني واجد. ده طلع بس عشان كده سكور بس. ايزي. اعتقد الحلقه دي يعني هلعب بتاع ده بس وخلاص. يعني مش هلعب الحلقه اللي بعديها. يعني مش قصدي بدي يعني قصدي بعد دي. Move it or lose it, snow cone. The last time we met, you ruined my nail art. Now I have to reapply a whole new coat. Oh my gosh, are you serious? Mm-hmm. I am so sorry. Oh, well, in that case. Oh no, what I meant to say is I'm so sorry that you have nothing more important to do in life. Dilo! You're gonna pay for that! As soon as my nails dry. Rouge. والله العظيم روج. بس عايز اصلي وعايز ادخل الحمام في نفس الوقت. تمام انا لبيت ده طبيعه وكل حاجه يا عم. بس فانا لبيت ده طبيعه وكل حاجه فلقيت بطني وجعاني. فيظهر انه التحدي ده هيوجع بطني فكنسلت بقى الفكره خلاص. فخليني كده زي ما انا وخلاص. بلا بتنجان بلا زفت حرفيا. بلا بتنجان بتنجان ده بوظ لي بطني. فانسوا خلاص ان انا اكل بتنجان ده وخلاص يعني مش واكله تاني. انا كنت فاكر حاجه مضحبه مسلي شويه. مش مسلي خالص. على فكره الموضوع هيبقى مسلي شويه بس لقيت الموضوع بدا مستفز. ايه لايف اكس لايف. ايه عمو في ايه؟ لا
وليه عملت 30 فيا برضه. بس يا روز اي 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 ايه ده حلوة دي. دمجت مع الاغنية. ايه الهبل بتاعي ده؟ ده غباء ده غباء. انا ليه بنط؟ ما كنت امشي عادي زي ما انا. الله صار شييييييييت. ايه ده؟ حيت نفسي في لحظة. ده غباء. التحكم يعني انت ليه تتعود على التحكم؟ التحكم بوديني بداهية. خلاص بقى زهقت كفاية. ده كان غباء. ده في ايه الحالة دي؟ صعبة اوي. في ايه؟ ايه ده خضتني يا اخي. في ايه ده؟ مش كفاية بقى التسجيل داخل على ساعة. اخر واحدة هجيبها ولا ايه؟ ماشي هجيبها بس 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 كده. الله عليك اخيرا اخيرا الكوكو هودر بتاعي اعمل بس اجيب كل خواتم الحفرة. بس انت يا روز معايا 200 خاتم يا روز. لقيتك يا روز. والله يا روز والله العظيم يا روز. مش عايز احفظ والله العظيم يا روز. بس يا روز بوظك الميك اب من عينيا. انت بتقولي انا بوظك الميك اب؟ طب اهو اهو ادي ام الميك اب. ادي الميك اب بتاعك بس كده. بص الميك اب بتاعك كان اسهل. جري يا روز. طيب ايه معمتك يا روز؟ ها your robots are a reflection of your genius, Dr. Eggman. But this does give me an idea. I think I know a way to cause the lost hex to implode using null gravity effects. We could destroy the Zeti in one quick stroke. And exterminate every living thing around them. Are you out of your mind? Of course, there'd be some collateral damage, but... Collateral damage? What kind of monster... Tails! ايه ده؟ الله؟ إيجمان أنقذ تيلز؟ I'm sorry. I suddenly felt very mean. Not the best idea to put the dimwit's head on a battle bot. In hindsight, I gotta agree with you, Doc. Thanks for the save. Can you get off me now? I can't figure you out. One second you're contemplating genocide, and the next you're saving one of your worst enemies. I'm a complicated guy. اه بس كده تعال حمل كده. اوكي اجي اشوف حف هادي. انا عجبك فيديو تشتركوا في القناه كنا وبس كما كتاب حدا. ومع السلامه. معليش حاجه اقولها في اخر فيديو غير بطني وجعاني من كتر البتنجان اللي اكلته. البتنجان بخلي وجع لبطني مش قادر. جالي امساك بسبب البتاع